أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صلي على محمد صلي على محمد صلي على محمد صلي على محمد. ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وظل الشاني. إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا